ننتقل لأسواق المال الإماراتية والتي سيطر عليها اللون الأخضر. ما تقييمك لسوق أبو ظبي المالية؟ بص يعني النهارده سوق ابو ظبي هو بيتالق، احنا الحمد لله فوق مستويات ال 10,000 تاني، يمكن بنسبه صعود هي الاعلى او بنسبه مكاسب هي الاعلى في شهر في سنه ونص مضت، وبالتالي ده كان صحيح بدعم من اي اتش سي، ولكن يمكن سوق ابو ظبي لسه هو داخل لي على احنا عندنا يعني النهارده المؤشر عنده الدعم ده جاي من سهمين، طيران ابو ظبي والعالميه القطر، تمام؟ تمام. السوق داخل على مستويات مقاومه، لازم ان يكون في مشاركه اكتر للاسهم القياديه بشكل اكبر عشان نبدا ان هو يعزز لي موقف المؤشر بشكل عام. احنا كان عندنا مستويات ال 10,300 على ابو ظبي، دي مستويات مهمه جدا واللي هو رجع منها بشكل قوي على مدار الشهور اللي فاتت، وبالتالي احنا محتاجين ان هو يبدا يكون في تنوع اكتر في القطاعات المشاركه في الارتفاع عشان يقدر ان هو يتجاوز المقاومه دي. احنا عندنا ممكن يكون في بوادر للامل ده من القطاع المصرفي، احنا صحيح ما فيش ارتفاعات او رابت موف في القطاع المصرفي، ولكن احنا عندنا ارتفاعات متتاليه ومستقره، ده بيدعم لي الاداء الايجابي او الروح الايجابيه بشكل عام. ممكن يكون ده جاي لنا برضو بسبب عوامل الربط اللي ما بيننا وما بين الاسواق الامريكيه، يمكن النهارده امريكا هي يعني شايفه ارتفاعات قويه جدا، احنا اعتقد ان احنا تجاوزنا ال 600 نقطه لفوق دلوقتي، او يعني ارتفاعات بما يتجاوز 600 نقطه ايجابيه، وكان في نتائج اعلان نتائج اقتصاديه او اعلان نتائج اقتصاديه بشان القطاع المصرفي الامريكي برضو، هي يعني يمكن الافضل من بدايه العام، ويمكن ده اللي بدا ان هو ينقل العدوى لاسواق مش امارات بس ولكن اسواق الخليج كلها، صحيح، ممكن خاصه الامارات لان المستثمر الاجنبي بقى هو المستثمر الرئيسي فيها خلال الاعوام الماضيه. صحيح. ننتقل لسوق دبي الذي ارتفع ايضا، ما رؤيتك لجلسه اليوم وتوقعاتك للفتره المقبله؟ بصي هو يمكن صحيح ان سوق دبي كان فيه اداء ايجابي ولكن بشكل طفيف او بشكل اقل شويه من سوق ابو ظبي، ولكن الملاحظ ان هو كان فيه نسب السيوله بدات ان هي تعاود مره اخرى لاعلى من متوسطاتها، يعني احنا بدانا ان احنا نقرب تاني، احنا النهارده اعتقد ان احنا محققين اعتقد 380 او يعني رقم في المتوسط ده، واحنا كان متوسطاتنا اراوند ال 500، وبالتالي كون ان احنا بدانا نرجع نشوف النشاط ده تاني في مستويات السيوله المضخه في السوق او اللي بيتم ضخها في السوق، ده بيقول لي ان ممكن يكون في استمراريه. برضو نقدر نقول ان احنا دبي على اعتاب مقاومه مهمه، نقدر ان او بنحاول ان احنا يعني نخترقها ونثبت فوقيها. احنا النهارده فوق ال 3400 نقطة، واحنا كان المقاومة بتاعتنا اراوند ال 3480 3500 نقطة، وبالنسبة لي استمرارية الإيجابية اللي بتبدأ الأخبار الإيجابية اللي هي بتبدأ تتوالى على الأسهم دي هتبدأ إن هي تعزز لي من النشاط الإيجابي، خاصة مثلا إن حاجة زي الاتحاد العقارية وهي يعني الأكثر نشاط النهارده أو شركة الاتحاد العقارية الأكثر نشاط النهارده، ومع خطة التعزيز والتحول الكامل للربحية اللي بتبدأ إن الشركة تنتهجها لحد آخر السنة، هيبدأ إن هو يعزز لي من أداء السوق أو من أداء المؤشر بشكل كبير، وده هيبدأ إن هو يتناقل لأسهم وقطاعات أخرى، فبالتالي أعتقد إن الأسواق الإماراتية الفترة اللي جاية مع تحسن المود العام للمستثمر المهتم باسواق الاسهم عالميا بشكل عام، هيبدا ان هو نحقق ارتفاعات اكتر ونقدر ان احنا نتجاوز مستويات المقاومات اللي سابقه. نعم، سهم الشركه العالميه القابضه حقق نسب نمو قياسيه تخطى 8%، ما دفع بورصه ابو ظبي للارتفاع باكثر من 3%؟ ايضا ما تقييمك لاداء السهم وما هي اسباب هذه الارتفاعات القويه؟ بصي يعني ايرادات المجموعه بشكل عام هي بتعمل لي حوالي او قرابه نمو في الارباح 200% من الفتره المقارنه. عندنا بس من بدايه السنه وهي عندها استحواذين مهمين جدا
من بداية 2022، ويمكن ده اللي عزز أكتر من أصولها والأرباح المدارة على الأصول دي. يمكن هي الإيجابية أو يعني التميز، إن هي بتقتنص أو بتعرف تقتنص فرص استحواذات قوية جدا للتوسع صحيح. في مختلف القطاعات، في شركات اوريدي او كيانات اقتصاديه مهمه عندها اصول قويه، عندها معدلات ربحيه ممتازه ومستقره ومتناميه. يمكن انا ما يهمنيش ان انا احقق نسبه نمو او ارتفاع في النمو والربحيه لفتره او فترتين بشكل فظيع، مقابل ان انا يكون عندي استقرار في النسب او تنامي النسب دي. نعم. وهي شاطره جدا، او يعني الاداره قويه جدا في تتبع او اقتناص الفرص الاستثماريه دي. ويمكن هي ده الاساس عندها، ان هي بتحاول تكون عندها التنوع القوي ده عشان يقدر ان هو يوازن، او يقدر ان هو يحقق لي الكاش فلو للشركه وتعزيز الاصول وتنامي او نمو حجم الاصول، وبالتالي اللي هو في النهايه هو يعني بيعزز لي الموقف أو نسب النمو عندها ونسب الربحية عندها.